اقدر اشيل اشيل واقدر اسحب اسحب الكفرات ترى المعلوميه اقدر ادفها. هذه شنطه ولا رشاش يا اخوي؟ قام تطلق نار انت ما ادري. خليني اوريك، خليني افجعك. دقيقه ما شفت شيء للحين. ها والله بتشوف. تقوم يا ابو ركام. الله يستر. الشنطه هذه ما تاخذ الا سروالين وفانيله يا اخوي. بالعكس كفي. وش كم رقد يوم؟ 10 ايام 15 يوم. لا وين انا رايح اعتكف؟ وين؟ اجل بتسافر؟ لا باخذ لي 3 ايام 4 ايام. 3 ايام ونروح هناك الشرقيه. لا يا ابن حق السفره حق 4 ايام 5 ايام. طيب خير، ورنا ورنا الشنطه، خلينا نشوف الفنايل اللي عندك. ها؟ ورنا الشنطه، افتحها افتحها. شنطه شوف. هذه برقم سري ولا مفتاح؟ الله يرجيك انت وذا الجاكيت. وش ذي؟ هاي شربات تكرم، شربات باخذها معي لندن. كم انت جامع 3000 شراب فيها؟ اي والله شربات يقولون بتنقطع بالسوق. كمان هي بتنقطع الله يرحم والديك. والله بتنقطع يا ابو ركان. لا لا انت بترفع ضغطي مع الصبح، انا والله توني صاحي وبروح افطر. شنطه كامله شايلها واحسبك تطلق نار كانك بتفتح كله. بشوف وباخر شيء طلع فيها 3000 شراب. ابو ركان لا والله شوف انا بقول لك السفره بتطول 6 ساعات في السماء. لا 7 ساعات ونص. شوف انا بكون صريح معك شوي. تفضل. انا اذا بخويك 15 يوم لا والله ماني بقاعد، و10 ايام لا والله ماني بقاعد. كم تقعد؟ يومين 4 ايام. الله تم. ترجع معي بس ما تروح تتجحفني هناك وما تقعد وانا ارجع لحالي. والله روح هناك سوا ونرجع سوا. ايش تبي بعد؟ خلاص. بعد في شروط ثانيه بعد؟ اي في شروط ثانيه. اقول انقلع. بس شرط اخير، شرط اخير. وش هو؟ في حي مثل حي حطين في لندن؟ يلا يجعلهم يحطون خشمك ان شاء الله. انت وش دخل اهلك؟ حطين. يا الله والله اني احب حي حطين قسم بالله. وش عندك فيك بلا في تدري حطين. اقولك شيء، تدري امنيتي اسكن في حي حطين؟ لا والله. اي والله. ليه؟ لاني شفت اللي ما عمري شفته. وش شفت؟ يا اخي يزين حياتهم حقين حي حطين. تدري بيبان تفك بريموت؟ انت بابك شكل ما يفك بريموت، انت بلاتوف من بعيد ما شاء الله. بكريك. اما بكريك. وش ذي القربعه؟ بوريك شيء حلو. وخر يدك على سماعة بركان. بوريك شيء عليك بس شيء حلو. اما عندك بوفية في البيت يا بركان، شيء حليب؟ ايوه. ورني بشوف. الله. طلع لك الغلوغ يا بركان. ما شاء الله. اوه بيتي جنب البرج حمطته. هذا برج الرقمية صح؟ حمطتك. شبه هناك شبه. يلا شباب يلا نروح نستلفت.